هنروح طبعا لكره السله سيدات، يمكن ما فيش منتخب فالدوري شغال. الاهلي كسب الجزيره، كان الماتش على صاله، طبعا صاله الشهداء في النادي الاهلي، فزنا بنتيجه 88-84. دايما الجزيره فرقه مفاجآت، لو تفتكروا السنه اللي فاتت طلعتنا من الكاس. الجزيره دايما فرقه في السيدات دائما ابدا بيبقى عندهم مفاجآت، حتى لو هم بعيد ما بينافسوش، بس فرقه بطوله تحس دايما عندها استعداد تغير الشكل. ولكن استطعنا الحمد لله ان احنا نفوز 88-84. الاهلي الماتش الجاي هيلاعب نادي الشمس في ملعب نادي الشمس في مصر الجديده بكره باذن الله. طبعا كاميرا الابطال كانت هناك، صورنا التقييد نتفرج عليه وارجع لحضراتكم. ربنا كرمنا يعني وكسبنا. الماتش كان صعب ومأزم شويه، مع اننا كنا بنفرق 10 بوينتس، بس بعد كده هما بيجيبونا نرجع نجيب تاني 10 بوينتس فيجيبونا، فالماتش كان رايح راجع يعني، بس الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر يعني بجود سبيريت وفضلنا مصممين، فالحمد لله يعني. عندنا بقيه الدوري وعندنا سيمي فاينل بتاع الكاس ان شاء الله، وبعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا وعندنا الفاينل. والله الجهاز الفني هو اللي بيظبط لنا يعني الحمل بتاع التمارين مع الفتنس والكلام ده، عشان زي ما قلتي الماتشات ورا بعض، واحنا بنحاول نعمل قد ما نقدر يعني، ونبقى دايما فيت وجاهزين منتلي وفيزيكلي علشان الماتشات يعني. كانت مباراه صعبه، نادي الجزيره فريق كبير قوي، كان في احنا كان عندنا مشاكل كتيره في المباراه، ودي حاجه اول ما الماتش خلص طبعا كل واحد عارف اخطائه ايه وبدانا نشتغل عليها على طول، بس فكل واحد لما بيعرف اغلاطه ان شاء الله نعرف نتفاداها الماتشات الجايه باذن الله. طبعا بكره في ريكفري لان احنا كلنا تعبانين لان بوجود ماتشين في الاسبوع يعني، وبعد كده عندنا تمرين وان شاء الله يوم الاثنين عندنا نادي الشمس، والثلاثة الجاي بقى سيمي فاينل، يوم الجمعة قصدي سيمي فاينل الكاس إن شاء الله. هو صراحة إحنا يعني مجهدين شوية، إحنا بقينا بنلعب اثنين وجمعة، وده عمل لنا بريشر عالي جدا، إحنا هناخد يوم واحد أجازة في الأسبوع، فده مسبب لنا إن في كذا إصابة، حتى عندنا التيم بتاعنا مش مكتمل، وحتى عندنا النهارده في اثنين اتصابوا طبعا عناصر اساسيه، فده طبعا اثر برده علينا، فبس الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص الجيم، يبقى هو في صالحنا وخير ان شاء الله في اللي جاي. هو الحمد لله احنا لحد دلوقتي ليد، يعني مش ليد بمعنى ليد، لان احنا ده رايح راجع لسه بتاع السوبر الثمانيه اللي فوق عشان يعمل ترتيب الجدول. الحمد لله احنا كسبانين دلوقتي كل الماتشات، عندنا الماتش الجاي ان شاء الله يوم الاثنين مع نادي الشمس، وتتوالى بقى الماتشات بعديه باذن الله. الحمد لله احنا قدرنا النهارده ان احنا نكسب، رغم ان هو كان جيم صعب، كان ماشي ايكوال تقريبا لحد الاخر، يعني كنا كسبانين على فترات في الماتش، بس طبعا نادي الجزيره نادي كبير والمنافسه كانت موجوده لحد اخر ثانيه يعني. الحمد لله ان شاء الله طول ما هم في ظهرنا وطول ما هم بيشجعونا وطول ما هم بيدعمونا ان شاء الله احنا هنكون قد المسؤوليه اللي هم بيدوها لنا، وان شاء الله نحسم الكاس والدوري ان شاء الله. الحقيقه يعني كره السله ماشيه بخطى يعني كويسه، ولكن بالمناسبه طبعا لازم نقول ان ثريا محمد نجمه الفريق اللي كانت ضيفتنا الحلقه او اخر حلقه قبل طبعا التوقف اصيبت بفيروس كورونا، بنقول لها الف مليون سلامه عليك، ان شاء الله ترجع احسن من الاول، وده وضع طبيعي وبقى جزء من حياتنا كورونا، بنقول لها الف مليون سلامه، ان شاء الله نطمن عليك، واول ما تتحسن حالتها وتسمح ان احنا نستضيفها اكيد ان شاء الله هنجيبها معانا بالتليفون ونطمن عليها.